بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع. معكم عبد المجيب من قناة عرب قبل لينكس. لازم أقدم هذه، صار لي زمان ما تكلمت عن الشيل سكريبتينج. أوكي، البرمجة حقت الشيل سكريبتينج يعني كان فيه حاجات بالقناة، وبعدين عموما احنا مطولين وتونا يعني اللي سألوا عن البرمجة الشيل سكريبتينج هذه مقدمات اللي قبل، تونا فيه حاجات قدام. طيب شو أتكلم عنه اليوم؟ اليوم أتكلم عن إكزيت. تمام، الإكزيت هذا عبارة عن، عموما هو أمر موجود يعني من زمان، يعني كنت تستخدمه حتى وأنت تكتب. الفائدة منه هو الخروج من الطرفية إذا كنت تستخدم الطرفية بشكل عادي، أو أنه ينهي آخر شيء صار. فليش نستخدم الإكزيت؟ أنا أقول لك نستخدم الإكزيت منطقيا، راح أعطيك سيناريو وبعدين راح أدخل بالسالفة. لو كان عندك شيل سكريبت مجرد أوامر تتنفذ وراء بعض، الأوامر هذه ممكن تحدث لك مشكلة إذا صار في خطأ بالسابق. مثلا لو عندك سكريبت، السكريبت هذا شو راح يسوي؟ راح يسوي CD ويدخل على هوم، أوكي، مثلا يوزر معين حق باك أب، ونفترض أنه CD هوم باك أب. فلما يدخل هذا السكريبت على CD هوم باك أب، راح يمسح كل الموجود ويبدأ يضيف حاجات جديدة. ماشي، هذا هدف السكريبت. ولكن السكريبت لو أخطأ، لو جيت سويت CD هوم باك أب، أخطيت بسبيلينج حق الباك أب، أو أساسا مجلد باك أب محذوف لسبب ما، السكريبت راح يكمل وراح يحذف الموجود بالدايركتوري الحالي اللي هو مجلد العالي. فلو كنت على مجلد المستخدم الخاص بك، السكريبت راح يشتغل وراح يمسح ملفاتك الحالية بدل ما انه ينتقل الى المجلد الثاني يمسحه. هنا تجي ميزة الاكزيت، انه توقف عمل السكريبت اذا كان في خطأ. تمام، خلاص ينتهي السكريبت، وممكن تحط لك رسالة خطأ معينة. طبعا هذه كلها تعتمد على الصفر والعمليات الثانيه غير الصفر، تكلمنا عنها سابقا، الخاصه بالاكزيت ستيتس اللي تكلمت عنها سابقا. طيب خلونا نسوي سكريبت عشان نشغل هذا شوي. طبعا في حاجه هنا، طبعا قاعد احمل الكي دي اي، راح ارجع الكي دي اي، اشتقت للكي دي اي، كنت اجرب جنوم وبرجع الكي دي اي. طيب طبعا هذا دليل على انه خلصت كي دي اي، خلص. طيب خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسوي سكريبت بسيط، وراح ادخل عن طريق النانو، محرر المفضل على الطرفية، اي محرر تبي يدخل. اوكي، راح اسوي نانو مثلا نسميه اكزيتس. اوكي، تشل، نقول بسم الله الرحيم ونسوي كالعادة بن باش. ماشي، ثم نبدأ نسوي السكريبت. زي ما قلت لكم السكريبت اذا صار في خطأ بيكمل ما عنده مشاكل. خلنا نضرب مثال، لو جيت الحين سويت CD هوم عبد المجيب، اوكي، هذا اسم المستخدم حقي. لو اخطيت حطيت 3 ايب، ماشي، خلونا احسن من هذا كله، ندخل على السكريبت نفسه هذا هوم، لا خلونا عبد المجيب، ماشي، خلونا ندخل على CD عبد المجيب واسوي تاتش. طبعا انشاء ملف فايل، مثلا فايل 2.txt. ماشي، الان جيت سويت اكزيت، طبعا كنترول اكس عشان اقفل، واي عشان احفظ، انتر علشان اسكر. راح اسوي تشينج مود، اعطي اكزيتس. تمام، وراح اجي واقول بسم الله اكزيتس، انتر. ايش صار؟ اللي صار انه الان انشا ملف، تمام، راح لما المجلد هذا، طبعا خلي اتاكد وش كتبت انا لاني نسيت CD. اوكي، اللي سواه انه انتقل الى المجلد هذا، المجلد الخاص بي، وانشا ملف. اوكي، الان لو جيت سويت ls هنا، طبعا راح لاحظ انه في هنا ملف اسمه file.txt. ماشي، ايش راح اسوي الحين؟ راح اجرب حاجه ثانيه اللي هي بتورينا ميزه الاكزيت. اوكي، راح اجي يجي واسوي نانو الحين. اوكي، نانو، طبعا راح الاحظ انه انا ابي انقله الى مستخدم ثاني، لعبد المجيب 2 مثلا. اوكي، المفروض انه ينتقل الى عبد المجيب 2، ماشي، يروح عبد المجيب 2 وبعدين ينشئ هذا الملف. اوكي، اللي اسمه مثلا هوم وورك. ماشي، طيب اجي الحين اسوي تشغيل اكزيت، انتر. لاحظ انه قال لك permission denied، ولكن هل هو توقف ولا لا؟ هو ما توقف. لو سويت ls راح الاحظ انه هوم وورك تم انشاء هنا، اتش، وين الاتش؟ هذا هو تم انشاء بالمستوى الحالي، بينما خطا هذا احنا نبي نشوف المكان هذا. لذلك المفروض اننا نقول اذا ما لقيت المكان هذا stop exit. هنا تجي ميزه الاكزيت. اوكي، راح ادخل على نانو الحين واجي واسوي شغله بسيطه جدا وهي مقارنه سهله. نقول اف، طبعا انتم عارفين هذا الامر تكلمنا عنه سابقا، اللي هو الخاص بالحاله النهائيه او الحاله السابقه، هل انتهت بشكل صحيح ولا لا. اذا كانت لا تساوي صفر، وطبعا صفر يساوي انه انتهت بشكل صحيح، اذا كانت لا تساوي صفر then exit fine. اوكي، يعني لا تساوي، لا تكمل. طيب راح نمسح الحين الهوم وورك، rm هوم وورك من هنا، راح اسوي تشغيل للسكريبت.
انتر. قال لك بيرميشن دينايد، ولكن هل انشا هذا الملف ولا لا؟ طبعا لا. ليش؟ لانه وقف ما كمل، لانه صار في خطا. اوكي، اللي حاب افيد لكم بعطيكم اياه بزياده، انه الاكزيت ستاتس لو سويت ايكو الحين تمام صفر، شيء طبيعي صفر، لانه هذا الاكزيت ستاتس السابقه باخر اكزيت صفر. ماشي، اذا حاب انت تعطي قيمه ثانيه لسبب ما، طبعا الاسباب هتكلم عنها بعدين دروس متقدمه، ولكن احيانا حاب انك تعطي الاكزيت قيمه مختلفه عن الصفر. اوكي، لانه حاب تحتفظ بالقيمه هذه للسكريبت. ليش؟ انا اقول لك ليش. الاكزيت صفر معناته انت بشكل صحيح، انت ما انت بشكل صحيح. انا اقول لك ليش. اكزيت اوكي، اكزيت طلع من البرنامج، اذا العمليه صحيحه صفر، لكن حاب تحتفظ بشيء ثاني غير الصفر، وهو القيمه الخاصه باخر شيء انتهى. طبعا اخر شيء انتهى احنا ما ادري ايش قيمته. ماشي، لو حابين نضرب مثال ممكن نسوي سي دي هوم عبد المجيب 3 عبد المجيب 90. اوكي، لو جيت سويت ايكو الحين على اخر كوماند صار، لاحظ انه واحد مو بصفر، وهذا مهم جدا. طيب انت حاب تحتفظ بالرقم هذا، كيف تقدر تحتفظ؟ سهله جدا. تروح الله يسلمك لي، اريد اخش بالبريج واطلع من البلبوله وعيني لا اخش بالبريج واطلع. طبعا معليش ترى هذه اثار عند الغده الدرقيه والحاجات الثانيه تعبانه. طيب ايش راح اسوي الحين؟ راح اجي واقول اكزيت واحط رقم هنا، احط رقم اللي ابي. تمام، طبعا القيمه محصوره ما بين 0 الى 256 اعتقد. تمام، مو متاكد 256 ولا لا، ممكن تاكدون من العمليه هذه، ولكن انت تحتاج الى 200 يعني، فخلونا نحفظ مثلا 5. اوكي، راح اجي الحين اسوي تشغيل اكزيت ايكو. لاحظ انه قال لي 5 ما قال لي 0. ليش؟ انا احتفظت بالقيمه حقت الخروج. طبعا 5 تكون قيمه تحتفظ بها لنفسك. تعلمنا اليوم انه الاكزيت مفيده جدا، انها تنهي اي اخطاء تصير بالبرنامج. طبعا الاخطاء ممكن تصير يعني كوارث، يعني ممكن تمسح الهوم كامل بسبب خطا سويته زي هذا، مثلا ار ام نجمه. طبعا ممكن اضغط انت راح يمسح الدنيا كلها اللي عندي، فلازم تنتبه انه الاوامر هذه خطره، لازم تتعامل معها بطريقه صحيحه. وافضل طريقه انك تكون حذر وتخزن قيمه المخرج وتتاكد اذا كانت صفر جميل كمل، اذا كانت مي بصفر وقف اطلع من البرنامج. هذا درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي. اريد اخش بلي بريج اللي على طول البريج، وانا الشاهي اليوم اطلع من البلبوله. اصبروا اصبروا، خليكم معي شوي لبيني. ايوه خلصوا بشاي، والله انا استراحه، لازم يجي احد يتبنان على شرب الشاي ذا. اوكي الحين اقدر اسكر.